السلام عليكم، دلوقتي هنشوف ازاي نفعل المراجعه اللغه العربيه بحيث لو في اي غلط يبدا ينبهني. بيقول لي missing broken tools text in Arabic is not being checked. طيب انت عايز تحمله، هقول له داونلود، فيبدا يحمله لي هو من الانترنت. هقول له داونلود، هيحمل لي اللانجوج باكج. تمام اهوت، اهو مساحه صغيره، هو 7 ميجا. فبيجيب لي رسالة الرجاء البقاء متصل بالانترنت اثناء تنزيل مايكروسوفت 365 وتنزيلات الاوفيس. فبيجيب لي الرسالة دي، احفظ عملك قبل المتابعة، يجب اغلاق التطبيقات الاتية مايكروسوفت وورد عشان يعمل له ابديت. طيب دلوقتي بعد ما سطب هروح لفايل واوبشن، في حاجتين لازم ان احنا ندخل عليهم. تمام اللانجوج اللغة، نتأكد ان احنا ضفنا العربي، وهنا برضه نتأكد ان احنا ضفنا العربي. وهروح للبروفينج، دي برضه خاصة بالمراجعة، يعني حتى فيها جزء خاص بالاوتو كوركت. الاوتو كوركت عبارة عن ايه؟ ان انا اقول له لو في كلمة اتكتبت بطريقة معينة اكتبها بطريقة تانية. يعني مثلا لو حد كتب مصر مثلا غلط بالدوت، مثلا اكتبها مصر. تمام، فبديله بعض الكلمات اللي بتحصل كتير ويبدأ ان هو يحفظ الصح بتاعها. طيب بينا بقى بيقول له ايه، اجنور ووردز ان ابر كيس، يعني لو في كلمه بتبقى اوبر كيس تجاهلها، لو هي بتحتوي على ارقام تجاهلها وهكذا. فلاج ريبورت، ريبورت تعلم على الكلمه اللي فيها خطا. طيب هقول له اوكي، في بعض الكلمات تعمدت انها تكون فيها اخطاء. هاجي اروح فين بقى؟ هروح لريفيو، والريفيو دي مهمه جدا لاي بحث علمي. فهنلاقي فيها اول حاجه بروفينج، هقول له سبيلنج اند جرامر، هيبدا يظهر لي الكلمه دي مكتوبه غلط. تمام الصح بتاعها ايه؟ معلومات، هروح دايس عليها، دخل على الاساسيه، هروح معلم عليها. تمام الفصل الاول في همزه فوق، والاستدامه، المعلومات الكافيه، في نقطتين فوق اله، وهكذا. فبيبدا ينبهني الاماكن اللي فيها اخطاء بشكل دوت.